مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره 11 سبتمبر 2021. هذا التاريخ الذي هز العالم وغير خريطه المنطقه. اليوم يمثل بالنسبه لنا تاريخ لن ننساه بمناسبه اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، خطوه هامه جدا في تاريخ مصر. ولكن قبل وبعد وأثناء كل شيء، مساء الخير صاحبة الرز كريمة عوض. مساء الورد، مساء الخير، بحتفل على طريقتي يا خير. أيوة، احتفال جميل. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا ومتابعي حديث القاهرة في كل مكان. بداية أسبوع إن شاء الله بالخير على الجميع، وبدأت بالإعلان اللي تابعناه النهاردة والفعاليات اللي صاحبت إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. طبعا اسم كبير قوي وهيخلي ناس كتير قوي تتساءل حواليها. النهاردة هنجاوب على كتير جدا من الأسئلة دي. وبالمناسبة الاستراتيجية دي هي عبارة عن أربع محاور رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى الحقوق الدينية كمان. الأشياء دي كلها النهاردة هنترحب بمزيد من التفصيل، لكن الأهم هو السؤال: ليه دلوقت إطلاق الاستراتيجية دي؟ أكيد السؤال ده أنتوا كمان فكرتوا فيه زي ما خيري فكر فيه. فكرت طبعا فيه صح؟ كلنا لازم نتوقف أمام الموعد والتاريخ. كتير كنا بنتكلم عن حقوق الإنسان، ومنظمات كتير فضلت تلاحق مصر وتتهمها اتهامات دون أن تنظر إلى الظرف الذي تعيش فيه مصر. مصر منذ سقوط الإخوان الحمد لله وهي تواجه تحديات كبيرة جدا. كان عندنا تحدي خارجي كبير، كان عندنا حدودنا منتهكة، كان عندنا أوضاع أمنية مهترئة في الداخل، كان عندنا أوضاع اقتصادية شنيعة، كان عندنا بنية تحتية شبه منهارة، كان عندنا عشوائيات، كان عندنا بطالة، كان عندنا عجز في الاحتياطي النقدي. دولة بتواجه ده كله، هل يمكن أن تكون من أولوياتها حقوق الإنسان؟ لا أعتقد. في كل الدول في العالم بتبقى حالة طوارئ، حالة قصوى. ماذا فعلت مصر خلال هذه السنوات؟ مصر كان من أولوياتها هو الأمن، الأمن ثم الأمن ثم الأمن، الأمن على حدودنا الخارجية، الأمن على حدودنا في حدودنا الداخلية، الأزمات الاقتصادية اللي بنواجهها، حالة مصر علاقتها الخارجية كانت مهترئة أيضا. ما تم في هذه المرحلة والحمد لله: واحد، حدودنا الخارجية والداخلية أصبحت آمنة تماما. اثنين، الأمن الداخلي أصبح في أفضل أحوال، والأمن إحساس. تطورت أجهزة الأمن الداخلية تطور كبير جدا خلال هذه السنوات، بقينا نشوف نماذج كتير للسيطرة والكشف عن الجرائم بأسرع آليات ممكن. شفنا تطوير وميكنة للتعامل مع وزارة الداخلية، سواء في البطايق، سواء في الجوازات، سواء في إجراءات المرور، سواء تم إنجاز كبير جدا. عندنا الجزء الخارجي، ماذا تم على مستوى العلاقات الخارجية؟ العلاقات الخارجية في مصر أكيد كانت في نقطة تحول رهيبة جدا، يعني من دولة تواجه أزمات عدم الاعتراف والتشكيك في بعض الأحيان من قبل بعض القوى، لدولة يسعى الجميع لمخاطبة ودها ويعترف الجميع بقوتها، حتى لدرجة أن هما بيحاولوا إصلاح العلاقات بكافة الطرق اللي يمكن أثرت عليها الفترات دي. اللي أهم من كده عودة الدولة كسيادة وكمؤسسات لها هيكل وهيكل وظيفي ومنظومة كاملة متتابعة المهام، وأصبح هناك من يحاسب من. بنطرحها من وقت للتاني عندما نرى الأخطاء أو الأزمات بتطل علينا من وقت للتاني. كل دي أشياء مهمة جدا، واللي أهم من كده كمان هو العنصر الاقتصادي القوي اللي أصبحنا نستند عليه، استقرار في الحالة الاقتصادية اللي تؤدي بالتالي طالما الناس بدأت تحس بالأمان. والاستقرار الاقتصادي أكيد هيكون في خطوة مهمة جدا لحقوقنا إحنا كفرد وكفرد داخل مجتمع، حقوق واجبات. إحنا الرئيس واجه العشوائيات ونقل حياة الناس إلى مستوى أفضل، بقى عندنا شبكة طرق، عندنا مدن جديدة، عندنا ظهير لمحافظات مصر، وده كان جزء مهم جدا. خد تريليونات، بس بقى عندك مدن تستوعب الزيادة السكانية، نسب البطالة بدأت تقل، الاحتياط النقدي ارتفع، علاقتنا في إفريقيا كما في أوروبا، وانتم شايفين الوضع مع تركيا، تحسن العلاقات مع قطر،
كل دي كانت معارك ضخمة جدا واجهناها، ولكن ماذا بعد؟ لماذا الآن؟ لأن في هذه المنظومة وكما وعد الرئيس إن كل مرحلة بيقولها بينفذها، وإنه ما كانش عنده رفاهية الكلام والحكي بعيدا عن الفعل، كان بيعمل وبعدين يطلع يتكلم. النهاردة لما دولة بالكامل بكل عناصرها بتضع استراتيجية هامة لحقوق الإنسان، يعني إيه؟ يعني إيه حقوق الإنسان؟ يعني حقوق الإنسان المدنية، إحنا مجتمع مدني، حقوق الإنسان الثقافية ودي مسألة مهمة جدا، حقوق الإنسان الاجتماعية في حياتنا، إحنا بنتكلم على قوانين، سلسلة من القوانين الضخمة اللي لها علاقة بحقوق الإنسان، زي الجواز والطلاق، زي حاجات كتير احنا عايشين فيها دلوقتي بتتغير. حقي في الاعتقاد، ممارسة الحياة الدينية بدون تمييز، حق المواطنة، أشياء عناوين كتير جدا. هل هتطبق؟ الدستور بتاعنا بيقول إنها كان لازم تتطبق، ولكن آن الأوان. بنتكلم خلال 5 سنوات محتاجة تكاتف، مش الدولة بس، أو هي الدولة بكل معطياتها بما فيها المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان والإعلام، كلنا محتاجين نشترك مع بعض علشان نتغير، علشان نتكلم عن الحبس الاحتياطي، عشان نتكلم عن حقوقك في القانون بتقول إيه وتاخدها بدون الحاجة إلى واسطة أو معرفة. حقوق الإنسان ملف ضخم هنناقشه النهاردة معاكم، هنحاول نفهم. إحنا مش جايين نغطي ونقول حصل النهاردة، هو حصل النهاردة، لماذا حصل؟ وما هي العقبات التي يمكن أن تواجهنا؟ وكيف يمكن أن نطبق هذه الاستراتيجية التي تحتاج إلى 100 مليون مصري؟ هنناقش ده النهاردة، ولكن تعالوا نذهب معا إلى عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعلن 2022 عاماً للمجتمع المدني. التعليم تتيح اليوم لطلاب الثانوية العامة تقديم تظلم إضافي على النتيجة إلكترونياً. الصحة تحذر من خطورة السجائر الإلكترونية وتؤكد تحتوي على مواد سامة. الحكومة تنفي شائعة نقل المرضى بواسطة الإسعاف بمقابل مادي. جامعة عين شمس تحقق مع طبيب واقعة فيديو الكلب الاثنين المقبل. البابا تودروس يستقبل السفير المصري الجديد في إثيوبيا قبل توجهه لأديس أبابا. الولايات المتحدة تدعو لمحادثات فورية في إثيوبيا لوضع حد للصراع في إقليم تيجراي. الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور موقع هجمات 11 سبتمبر في نيويورك في الذكرى 20 للهجوم. مؤسسات الأسرى الفلسطينية تبدأ الجمعة التصعيد ضد التنكيل بالأسرى في السجون الإسرائيلية. مصرع شخصين داخل حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بأسوان. ضبط فتاة نشرت خبراً كاذباً على فيسبوك عن وجود جثة في سيارة لزيادة نسب مشاهدة صفحتها. بيراميدز يتوصل لاتفاق مع إيهاب جلال لقيادة الفريق خلفاً لجون ياس. نادي روما الإيطالي يجمع تبرعات لمساعدة الشعب الأفغاني. أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة، بداية قصصنا الإخبارية متعلقة بحالة الفرحة والسعادة والروح الرياضية الكبيرة اللي انتشرت في كل مكان، سواء كانت بين الرياضيين أو المعلقين أو حتى بين الناس وبعضهم، واللي بتخلينا نبتدي الحلقة وإحنا بنهني فريق نادي الزمالك لكرة اليد على فوزه ببطولة السوبر بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 27-28 في مباراة، يمكن المباراة كانت ليها طابع خاص جدا لحد الدقايق الأخيرة، كانت لم تحسم المباراة، الزمالك فاز بفارق هدف، لكن لاعبي الفريقين أحرزوا معا هدف أغلى وأعظم وهو هدف الروح الرياضية.
خلينا أقول لكم، هذه بطولة إفريقيا، السوبر الإفريقي الذي أهل الزمالك. هي كانت ما بين بطل إفريقيا في كرة في الدوري وبطل إفريقيا في الكأس الأهلي والزمالك. الزمالك سيذهب لبطولة العالم للأندية اللي هتقام في السعودية، هيقابل برشلونة، وده شيء يفرحنا ويشرفنا جميعا. لماذا كان الهدف الذي أحرزه اللاعبون أهم من أي حاجة في الدنيا؟ كان من المشاهد الرائعة في هذه المباراة اللي الزمالك استحق فيها الفوز، لأن كان عنده خطة ومدرب كان لديه رؤية أفضل، واستطاع أن يفوز في الثانية الأخيرة بكرة هي كانت الفارق. فلازم نحيي الزمالك على هذا الأداء وهذه البطولة. فوجئنا، لعيبة الزمالك كانوا بيصلوا، انضم إليهم لعيبة الأهلي وصلوا المغرب في صالة حسن مصطفى المغطاة في 6 أكتوبر مع بعض، جنب بعض، إخوات وصحاب، زي ما انتم شايفين هذا المشهد. لعيبة أهلي وزمالك، اللاعب يستطيع أن يواجه التعصب. دي رسالة لبتوع كرة القدم، انتم تقدروا تقدموا لنا صور اللعيبة في الملعب كانوا خايفين على بعض، دول مع بعض وهم ناشئين ولعبوا في بطولة طوكيو والأولمبيات، وإصحاب وإخوات، ما فيش ده صراع ملعب، بنلعب. مش كده بس، أثناء اللعب وقع لاعب من الزمالك، وفي الدقائق الأخيرة والمباراة محتدمة تماما كان المشهد رائع. فوجئت بلاعب من الأهلي قاعد على الأرض بيربط الشوز الجزمة للاعب الزمالك، بيربط له الرباط وقاعد بحب شديد جدا. هذه الصورة اللي احنا شفناها بتقول لنا ان احنا نقدر، ونقدر نعلي قيمة الوطن، ونقدر نقدم للجمهور صورة من المحبة، وان الصراع في الملعب فقط، نفرح ونغيظ بعض ونهني بعض وبتاع، بدون تريقة وبدون ان نسيء. مرة اخرى مبروك للزمالك على هذه البطولة الكبيرة، نتمنى لهم التوفيق في السعودية وفي مواجهة برشلونة اللي فيها لاعب أهلاوي برضو انتقل إلى هناك، علي زين. فخلونا نستمتع بفرقتنا كلنا وراء الزمالك في بطولة العالم، كما سنكون مع الأهلي في كرة القدم في بطولة الأندية. قصتنا الثانية النهاردة هي قصة غيرت العالم، بجد غيرت شكل العالم، لأن بناء على الأحداث اللي حصلت زي النهاردة من 20 سنة تم إعلان الحرب على الإرهاب، تحديداً 11 سبتمبر. كلنا عارفين هذه الأحداث اللي غيرت ليس فقط وجه خريطة أمريكا داخلياً والصراعات الداخلية، لكن على المستوى العالمي. يعني شفنا يعني دول تقع وأمم تقوم وصراعات، يا ترى انتهى بها الحال بعد 20 سنة وبعد هذا الإعلان الحرب على الإرهاب وصلت لفين؟ كلنا شاهدنا على الهواء تفاصيل واحد من أسوأ الأيام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقوا عليه وقتها الثلاثاء الأسود، لما 4 طائرتان بعد 20 سنة انسحبت مرة أخرى أفغانستان اللي أعلنت الحرب على الإرهاب بإسقاط القاعدة، وأيضا يعني معها طالبان التي رفضت أن تسلمها في ذلك الوقت، لكن عادت طالبان مرة أخرى إلى الساحة وتصدرت الحكم في أفغانستان. خلينا نسأل ضيفنا من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ كاظم الوائلي المستشار السابق للتحالف الدولي ضد الإرهاب اللي معانا عبر زوم، ما حدث وقراءته بعد 20 عام على أحداث 11 سبتمبر. أهلا بيك معنا. احنا مستمعين الصوت يا جماعه، واضح ان في مشكله في الصوت، هنعود اليكم مره ثانيه نحاول الاتصال بالسيد كاظم الوائل. كان من تداعيات 11 سبتمبر هو تفتيت المنطقه، هو البحث عن شرق اوسط جديد، هو ثورات الربيع العربي كما يطلق عليها، هو سقوط بغداد والتي تعاني حتى هذه اللحظه، هو ما حدث في أفغانستان والقاعدة وداعش وتصدير إرهاب إلى العالم الإسلامي أكثر منه إلى أي مكان آخر. كل ده كان تداعيات 11 سبتمبر التي ظلت حتى هذه اللحظة تشهد تشكيكا وتتحدث عن مؤامرة استغلها البعض في الإدارة الأمريكية للسيطرة على منطقة النفط ومنطقة الشرق الأوسط والاتساع الأكبر لإسرائيل. كل دي كانت أقوال، أقوال أخرى كانت بتقول أن أمريكا هي التي صنعت الإرهاب ورعته،
نروح للأستاذ كاظم الوائل اللي رجع لنا تاني. أهلا وسهلا أستاذ كاظم. آسف على هذا التقني. أهلا منورنا جدا أستاذ وائل، يعني بالتأكيد أعتقد كانت مؤامرة. هل أنت من الداعمين لنظرية المؤامرة؟ لا لا، أنا أبدا أنا ضدها دائما. هذه يعني بست كريم أستاذ خيري، أنا كنت موجود في رود آيلاند في الكلية البحرية في رود آيلاند وحصلت هذه الأمور، وكانوا معي ضباط مصريين أيضا من البحرية المصرية زملائي، ولكن أنا كنت كضابط أمريكي وهم ضباط مصريين وندرس مع بعض، وكانت يعني كان ذلك اليوم هو الذي غير وجه التاريخ، وكنا نتحدث مع بعض أنا وزملائي المصريين وكذلك السعوديين باللغة العربية على أن هذه ستغير وجه التاريخ أيضا. هنالك 20 عاما تغير نظامان، نظام صدام حسين ونظام طالبان، ومن بعدها عادت طالبان، ولكن طالبان عادت واستلمت شعبا يختلف عن الشعب الخانع الذليل في التسعينيات، مع احترام للشعب الأفغاني كانت هنالك معارك كثيرة وكانت هنالك حروب أهلية كثيرة بين الأفغان فيما بينهم. الآن يعني الشعب الأفغاني يعني تمتع نوعا من البحبوحة بالحرية والديمقراطية وكذلك البحبوحة الاقتصادية. الآن طالبان لديها تحديات كثيرة، هل غيرت وجه الخارطة العربية؟ كلا، لم تتغير وجه الخارطة العربية، لأنه هنالك زعماء في ذلك الوقت، زعماء عرب تحدوا الولايات المتحدة من الناحية اللغوية تعريف الإرهاب. لماذا؟ يعني الرئيس الراحل حسن مبارك طلب من جورج دبليو بوش وطلب من سلفه بيل كلينتون أن يعقدوا مؤتمرا عالميا، لأنه في ذلك الوقت كانت مصر تحت طائلة الإرهاب في التسعينيات، وكانت نعم. كثير يعني من الإخوان المسلمين وكذلك الجماعة الإسلامية، ولذلك هنالك التغييرات حصلت في العراق وفي أفغانستان، وكذلك التعاون الدولي بمكافحة الإرهاب أصبح تعاون يعني حقيقي وليس فقط على الورق. أستاذ الوائلي، هل ترى أن ما فعلته أمريكا لم يأتي بنتائجه بل انعكس على الداخل الأمريكي؟ يعني ما هو الخطر الذي يتعرض له الداخل الأمريكي الآن بعد 11 سبتمبر وبعد سنوات طويلة وبعد عودة طالبان مرة أخرى؟ ما هي الانعكاسات في الداخل الأمريكي؟ نعم، الانعكاسات هو الحنق الداخلي والحنق الشعبي على الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ حكومة السيد جورج دبليو بوش إلى هذا اليوم، لأنه كان هنالك حربان، حرب في العراق وحرب في أفغانستان، وكان هنالك صرف أموال وتريليونات. يعني دافع الضرائب الأمريكي يقول نعم نحن يعني إسقاط أنظمة دكتاتورية هذا شيء نبيل وجيد، ولكن لماذا نحن ندفع هذه الأموال إلى 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 يعني شيوخ عشائر وإلى سياسيين ورجال دين فاسدين سواء في أفغانستان أو العراق؟ ولذلك هذا ولد ثقافة جديدة، ثقافة سياسية جديدة، ونحن يعني الانعكاس الآن أنه المواطن الأمريكي ليس خانعاً وذليلاً عندما يريد يتحدث بالسياسة، يعرف ما هي السياسة ويعرف مجريات السياسة. الشيء المهم أنه الأمريكان عرفوا من بعد سبتمبر 11 عرفوا الإسلام، دخلوا الجوامع وذهبوا وقرأوا القرآن، وهذا الشيء يعني من صالح الدين الإسلامي على أنه ليس دين الإرهاب. الآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تواجه إرهاباً خارجياً كما كان في السابق القاعدة وبعض الجماعات المطرفة الإسلامية، ولكن الآن يواجهون الإرهاب الداخلي، وإحنا شهدنا يوم 6 يناير من هذا العام اقتحام الجمهوريين، بعض من الجمهوريين المتطرفين سياسياً يعني إلى الكونغرس الأمريكي ومقر الكونغرس الأمريكي، وهذا حدث شرخاً اجتماعياً وسياسياً في أمريكا. ربما اهتزت معه كمان صورة الديمقراطية داخل أمريكا. لكن سيد كاظم، سأتوقف عند نقطة قبل سؤالي. النقطة هي أن حضرتك قلت أصبح الشعب الأفغاني بعد 20 سنة حتى مع عودة طالبان ليس خانعا، وأن يعني لديه مجموعة من المتنورين. أليس هذا أدعى بأن نفترض السيناريو الأسوأ إذا كانت السلطة في يد الدمويين أن تصبح هناك حرب أهلية، يعني تصبح الأمور أسوأ مما كانت عليه؟ هذا عايزة من حضرتك تعليق. الجزء الثاني، أعلن بايدن أن هيتم الإفراج عن بعض الوثائق السرية المرتبطة ب 11 سبتمبر، هل تعتقد أنها ستغير من رؤيتنا لهذا الحدث الكبير اللي غير وجه العالم اللي بنحكي فيه؟ نعم، الجزء الأول هو أن الشعب الأفغاني، لا نقول أنه الشعب الأفغاني هو الشعب السويسري، هو شعب أفغاني يعني شعب فقير،
ويعني ولكن مدة 20 عاما حاولت الولايات المتحدة وكذلك المجتمع الدولي ليست فقط الولايات المتحدة إلى أن يعطي الشعب الأفغاني نوع من المساحة والمجال أن يعيش حياته كحال باقي البلدان والشعوب المتواجدة في تلك المنطقة، ولكن أيضا الولايات المتحدة أعطت اختيارا يا أما الديمقراطية الفوضوية التي كانت من سقوط نظام طالبان إلى عودته، كانت هنالك ديمقراطية فوضوية وكان هنالك فساد إداري وكل شيء حدث في أفغانستان، والبديل الآن منظمة إرهابية منظمة متطرفة ستقود الشعب الأفغاني وستكون على رأس السلطة في أفغانستان. إذن الولايات المتحدة أعطت يا أما الأسود يا أما الأبيض، لا شيء رمادي فيما بين هاتان الحالتان. أما والله نسيت الوثائق السرية المتعلقة ب 11 سبتمبر والتي أعلن بايدن أنها ستكون في متناول الجميع ويتم الإفراج عنها، هل ستغير من الرؤية والمنظور ولا لا لرؤيتنا للحدث؟ لا نعم لا تتغير أي حالة، نحن نعرف من هم الذين قاموا جنسياتهم وأسمائهم الذين قاموا بهذه العمليات الإرهابية، ونعرف القاعدة ونعرف قائد القاعدة ونعرف مساعد قائد القاعدة الآن أيمن الظواهري، إذن نعرف كل شيء ونعرف أن هنالك هؤلاء جاءوا من دول عربية ودول إسلامية، ولكن هذه الدول العربية والإسلامية لم تكن يعني تدفع بهؤلاء الإرهابيين لعمل هكذا أمور، والدليل على أن هذه الدول العربية والإسلامية أيضا يعني تبرر مع الولايات المتحدة الأمريكية. بنشكرك جدا المحلل السياسي من واشنطن الأستاذ كاظم الوائلي، بنشكرك على هذه الرؤية. كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن مسجد البيالي في كفر الشيخ، ومن ساعة ما تكلمنا وأنا بصراحة تليفوناتنا لا تتوقف عن رسائل من أهالي كفر الشيخ عن الحالة التي وصل إليها مسجد البيالي. كنا نتوقع أن تكون هناك استجابة عاجلة، أن يرد علينا أي مسؤول يقول لنا هي الحقيقة إيه، هل المسجد بالحال الرديء اللي احنا شفناه رغم أنه مسجد تاريخي بقاله أكتر من 700 سنة ولا في خطوات هتم؟ ولكن حتى هذه اللحظة حاولنا نتواصل بمسؤول الآثار، ردت علينا المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار وقالت المسجد مش تبع وزارة الآثار، رغم أن السيد وزير الآثار منذ عام قد تحدث إلى أهالي كفر الشيخ ووعدهم بالتدخل وإنقاذ المسجد. تعالوا نسمع السيد وزير الآثار كان قال إيه من سنة كده. ده زي ما شفنا جزء من حديث وزير الثقافة مع الأهالي وزير الآثار مع الأهالي من سنة فاتت. الفكرة إن هو قال إن إحنا عندنا تنسيق على أعلى مستوى وهيتم بحث الموضوع مع وزارة الأوقاف، اللي إحنا بعد سنة توجهنا لهم مرة تانية وبعد طبعا ما تلقينا الجواب من المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار وقالت إنه مش تابع لينا. لما تواصلنا مع وزارة الأوقاف قالت إنهم هيشوفوا الأمر ويردوا علينا، لكن الحقيقة لم يصلنا رد حتى الآن، وما زال هذا المسجد الأثري يستغيث، عمره أكثر من ما يقارب 900 سنة ومسجل غير مسجل كأثر إزاي؟ هل يا ترى بالفعل المياه الجوفية هي التي أدت به إلى هذه الحال؟ كل دي أشياء إحنا يعني كنا نتمنى أن نقف عليها بمزيد من التفاصيل، لكن خلينا نقول إن إحنا عندنا بعض الأجوبة اللي هنحاول نتحصل عليها طبعا من القائمين على الأمر. ومعانا على الهاتف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهلا بحضرتك سيادة اللواء. في مشكلة في الصوت، يعني ياريت نحاول اتصال بسيد معالي وزير محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، نحاول نفهم هو ايه مشكلة مسجد اثري في ان سواء وزارة الاوقاف او وزارة الاثار او المحافظة تحاول تساعد وتواجه مشكلة المياه الجوفية اذا كان التأثير من المياه الجوفية. من ساعة ما نشرنا ده ناس كتير بعتين لي من مساجد كتيرة في مختلفة، في يعني حد بعت لي عن مسجد كبير في الشرقية وفي الصعيد، مساجد اثرية تاريخية ايضا ولكنها تتعرض للاهمال الشديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة قليلة جدا كان بيتكلم عن التجديد والاهتمام بمساجد الأثرية اللي فيها أئمة وفيها علماء متصوفة قدام، والتصوف هو علم ترقيق القلوب اللي احنا في أمس الحاجة إليه،
وده جزء من وجدان المجتمع المصري. فلماذا ليه ما تبقاش في عين مهتمة؟ أنا يعني متفائل خير ومتأكد إن هيبقى فيه تحرك في الفترة الجاية لإنقاذ مثل هذا المسجد. يعني كل هذه المكانة لمسجد قريب من القلوب، ليس فقط لأهالي كفر الشيخ لكن لكل الناس المحبة. معانا مرة تانية على الهاتف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. أهلا بحضرتك معانا سيادة المحافظ. أهلا بحضرتك. أهلا سيادة المحافظ، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك. أهلا بيك سيادة المحافظ. كيف وصل مسجد البيلي إلى هذه الحالة؟ وطبعا ده مسجد أثري من عدد الأثار اللي في الدولة ويتعدى 700 سنة من تاريخ إنشاؤه. الحقيقة هو تابع لوزارة الأوقاف في إقامة الشعائر وتابع لوزارة الأثار في الحفاظ على الأثرية بتاعته. إحنا تواصلنا مع الوزارتين الحقيقة وهم شكلوا لجنة مشتركة للقيام بالترميم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. أيوة. وهم القصه كانت في الاعتماد المالي والحمد لله ادرك، واعتقد انه باذن الله الوزارتين متفقين على انه الانتهاء من الحاله اللي وصل لها المركز حاليا. ده امتى يا فندم تم هذا التواصل وهذا الاتفاق من قبل الوزارتين؟ الحقيقه احنا بقالنا عده اشهر في التواصل مستمر، وكان في لجان بتيجي تعاين عشان تقدر قيمه التكلفه. التكلفه طبعا دي تكلفه هتتحملها وزاره الاوقاف واللي هيقوم بالترميم وزاره الاثار. طيب. وهم اتفقوا انه في خلال 3 اشهر هيبتدوا باذن الله اعمال الترميم تبتدي تشتغل في المركز. يعني هل تم التواصل او حضرتك تواصلت معهم بعد ان اذعنا الفيديوهات الخاصه بهذا المسجد الهام في محافظه مهمه؟ ده بيعتبر مكان اثري يا اكيد يهم حضرتك يعني كمحافظ. والحقيقه احنا على تواصل مع الوزارتين من حوالي اكثر من 7 اشهر. لجان كان بتيجي بتعاين ونشوف قيمه التكلفه قد ايه والترميم هيبقى ازاي وطريقه الترميم، لانه زي ما بقول لحضرتك طبعا ده معدي 700 سنه. طبعا محتاج فرقه متخصصه تقريبا 900 سنه. محتاج فرقه متخصصه طريقه للترميم، وبالتالي هم خدوا الوقت لعده الاشهر دول، لكن الحمد لله توصلنا باذن الله انه وتم اعتماد مبلغ. تم الاعتماد خلاص. طيب سياده المحافظ وزاره الاوقاف، تسمح لي الاهالي بيقولوا يعني في الحوارات والاوراق والشكاوى اللي وصلت لنا قالت ان السبب الرئيسي في الحاله اللي وصل لها المسجد هي المياه الجوفيه، هل في دور ليكم كمحافظه يعني ايضا للمساعده ورفع المياه الجوفيه او علاج هذه المنطقه من الازمات اللي قد تحدث لاحقا؟ لان لو استمرت ازمه المياه الجوفيه اذا كلما سيتم تصحيح الوضع سيعود كما كان عليه إذا استمرت الأزمة. هم الحقيقة اللجنة اللي جت كان فيها أساسا متخصصين في المياه الجوفية. حضرتك عارفة لو استخدمنا نسح المياه بالطريقة التقليدية للمياه الجوفية المبنى الإنشائي بتاع الجامع ذاته والمباني المحيطة هتتعثر، لأن هيبقى فيه خلل في التربة. فهي كانت محتاجة دراسات معينة والحمد لله إنهم أنجزوها. احنا بنشكرك جدا سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. كفر الشيخ، ولكن انا عندي سؤال غريب قوي، لما مستشارة إعلامية للوزارة تبقى مش عارفة اذا كان تبع الآثار ولا لا، لما وزارة الأوقاف تكون مسؤولة ولديها هذه المعلومات منذ شهور طويلة، بنستنى كل ده ليه؟ ما بيردوش ليه؟ ده احنا عايزين نظهر جهودكم يعني. ده احنا لما بنكلم وزارة الأوقاف عشان ما تبقاش المعلومات ناقصة، فلو قالوا لنا ان احنا اعتمدنا بالفعل هنطلع نقول خبر كويس وهنشكر السيد وزير الأوقاف. دائما هناك قصور في شفافية في تواصل توصيل المعلومات في التواصل مع وسائل الإعلام، لكن ما يهمنا ان احنا بنطمن أهالي كفر الشيخ ان تم اعتماد المبلغ المالي وهيتم محاولة انقاذ هذا المسجد الأثري الكبير. يعني الحكاية القادمة هي حكاية يعني إنسانية إحنا بدأناها هنا في حديث القاهرة، وكانت استغاثة وصلت إلى الزميل العزيز خيري رمضان من شخص على تواصل أو تواصل مع والد كريم. قصة كريم هذا المواطن البسيط وأبوه البسيط
اللي اهتم بيه رئيس الجمهورية، ووصل صوته إلى أعلى أعلى الأماكن حتى يتم الاستغاثة لي. والنهاردة كان فيه حدث خاص جدا. هو قبل الحدث الخاص يعني إذا سمحتوا لي أتكلم في جزئية خاصة بينا كإعلام. طبعا إحنا كلنا زملاء، كل الإعلام بيشتغل في إطار بنحاول نساعد، ليس الهدف لا ترند ولا غيره، ده دورنا ومسؤوليتنا وإحنا نافذة للناس. فأي زميل إعلامي هيعمل حاجة كويسة بنطلع نقول إن في قناة عملت كذا يعني، ولكن بعض الزملاء مش فاهم ليه بيتعاملوا مع الأشياء على إنها صراع يعني، فيتقال إحدى القنوات الفضائية. أنا السيدة وزيرة الدكتورة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، سيدة محترمة جدا وكانت ضيفتنا هنا، ولكن برضو أعتب عليها، هل ستسعد الوزيرة عندما تقوم بجهد لتوصيل رسالة أو تقديم قضية وأطلع أقول إحدى الوزارات يعني هتكون سعيدة سيادة السفيرة؟ لا أعتقد، وأنا بحترمها جدا وهي وزيرة نشطة جدا، ولكن الحق يجب أن يعود لأصحابه. نحن حاولنا في هذا البرنامج، الحق الحقيقي والدور الحقيقي هو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التعليم العالي قامت بجهد السيد الدكتور خالد عبد الغفار ولم يسلب أحد حقه. فيعني حالة كريم احنا تابعناها لحظة بلحظة، تابعناها بكاميراتنا بتصوير من خلال والده عشان ما نبقاش متطفلين، من ساعة ما اتحرك من المستشفى في دبي اللي كانت في جبل علي، عندنا مشاهد ليه وهو بيتنقل وهو بيدخل الأسانسير، احنا عندنا المشاهد دي يا شباب، وعندنا مشاهد ليه وهو في الطيارة، مصر للطيران قامت بجهد هي كمان وجهزت الطيارة وجهزت مكان للمرافقين والوالده، كان معد طبيا تماما، وصل مصر كان الاستقبال على أعلى مستوى، وعربية الإسعاف كانت تحت الطيارة، الناس اللي جم من المستشفى بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة وولي حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد كان متابع جدا ومهتم، إخواتنا في الإمارات، وصل كريم لحد مستشفى عين شمس التخصصي، استقبلوه الأطباء في أوضة في العناية المركزة حديث القاهرة زي ما كانت في الإمارات، زي ما كانت على الطيارة، زي ما وصلت المستشفى النهاردة كانت موجودة. والدة كريم كانت لأول مرة هتشوفه من 4 سنين، من يوم ما سافر يدور على لقمة العيش لحد ما ربنا ابتلاه بهذه الأزمة الصحية التي ندعو الله أن يرفع عنه كل ألم. تعالوا نشوف هذا التقرير اللي أعد زملائنا من المشاهد التي جمعناها لكم من رحلة كريم من وجع في الإمارات إلى أمل الشفاء في مصر بفضل تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي. في شاب اسمه كريم سافر الإمارات بحثا عن فرصة عمل، وبعد ما بدأ يشتغل أصيب بالتهاب في الرئتين وعنده تلف في بعض خلايا المخ، دخل في غيبوبة بقاله أكتر من سنة. أنا بناشد الأب الكبير صاحب القلب الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا عارف إنه هو اللي يعني هو في مصر بيراعي الناس الحالات اللي زي كده، فما بال أولاده وأبنائه اللي هم خارج الوطن، أول ما يسمع ويعرف كده مش هيتخلى عني ولا عن ابني. والد كريم جاله اتصال من السيدة السفيرة وزيرة نبيلة مكرم، بلغته أن توجيهات السيد الرئيس قد صدرت بنقل كريم وإنه هيدخل مستشفى عين شمس. فكرت فيها انني يعني افكر في الاستاذ خير رمضان، ان انا اوصل استغاثتي لسياده الرئيس عن طريقه، والحمد لله رب العالمين، ربنا يعني ما خيبش ظني ولقيت استجابه سريعه، كان في توفيق من ربنا كبير ان سياده الرئيس سمع استغاثتي ومصر كلها سمعت استغاثتي وفرحوا جدا
بأن سيادة الرئيس يعني حل مشكلة لواحد من أبنائه. حكومة الإمارات يعني عند لما كريم تعب نقلوه لأعلى مستشفى في دبي، يعني صراحة عمله معاه لازم، يعني زي ما يكون ابن البلد. والله هو أنا شعوري ما بنامش من كتر الفرحة، أنا عارف إن أخوي أصلا كده كده جاي تعبان بس يعني كفاية إن هو جاي وسطنا. هو كريم مشكلته إن هو جاي بمضاعفات قوية جدا، يعني إحنا جايين بمضاعفات لكل الأجهزة بتاع جسمه، سواء كلى سواء كبد سواء درجة وعي، وخصوصا تهمني درجة الوعي. مش هأمل أنا أتحسن درجة وعي دي، مش هقدر أحكم عليها إلا لما أشوف الوظائف اللي خاصة فيها صدمة تسممية بسبب الكرح الفراش اللي عنده الكتير قوي. في مشهد ناقص يا جماعه بتاع والدته، انا اسف يعني، بس فين والدته لما زارته النهارده؟ احنا ما صورناش حاجه وما سجلناش معاها، هي كانت لقطه وكاميراتنا كانت موجوده، اتمنى الزملاء يشوفوها. اتفضل. يعني لمسات الإنسانية هي البصمة اللي بتسيب مكان يمكن لا يمحى أبدا عند أي حد، زي ما كانت استجابة القائمين على الأمر أو أولي الأمر في مصر وفي الإمارات سريعة لحالة إنسانية لحد بسيط من الناس اللي موجودين في الشارع، وفرح أمه بعد 4 سنين وإن شاء الله تتذاع اللقطة دلوقتي معانا. لكن اللمسات الإنسانية دي أصبحت يعني بالنسبة لنا يا طوق النجاة لما الدنيا بتضيق علينا. اللمسات الإنسانية كمان مش بس عند الحكام، لكن هي أيضا تصنع مكان في القلوب لرجال الأعمال. ليس كل رجال الأعمال عليهم علامة استفهام، أو الناس حتى بتتعامل معاهم بشكل في إنهم بيتعالوا علينا أو بيننا وبينهم جاب. لحظات الوداع دي بتبين قدر الشخص عند الناس، الناس البسطة الطبيعيين العاديين. الحاج محمود العربي، الحاج محمود العربي ده نموذج يعني مصر كلها تفخر به. ليه كان فيه عشرات الالاف في الجنازة؟ ليه الناس البسيطة حرصت ان تكون في وداع هذا الرجل الكريم الله يرحمه، رغم انه ملياردير، رغم انه رجل اعمال؟ من جنازته اللي كان فيها الالاف، في تقرير عندنا عن الجنازه مش كده؟ صحيح. وعلى فكره يا خير، يعني يمكن وجب ان احنا نلفت الانتباه ان بمجرد ما تم الاعلان عن وفاه الحاج محمود امتلأت صفحات السوشيال ميديا بحكايات لم تكن مذاعه من قبل عن مدى انسانيه هذا الرجل، وانه بابه لم يكن يغلق ابدا في وجه احد، وحتى الناس العاديه اللي بتروح تقابله عشان تطلب شغل كان بيوفر لها انها تقابله بمنتهى البساطه والسلاسه بدون اي حاجز. مشاهد مهيبه بالفعل لرجل اخلص في عمله وكافح واجتهد لحد ما وصل لقلوب الناس وصنع جزء مهم جدا من الصناعة الوطنية المصرية. نشوف نماذج من ده، وبعدين يمكن عندنا زميلنا العزيز خالد البرماوي حينضم لنا دلوقتي في حديث القاهرة. أهلا بي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، يحلو الكلام مع بورصة الكلام وخالد البرماوي. أهلا وسهلا. أهلا بك خير. أهلا بك كريم. سألوا، عارفين أنت عامل لنا النهاردة مفاجأة، هتجاوب لنا على أسئلة وحوار وكده. في أسئلة على أرض الواقع ليها علاقة بالشوبينج وأمازون في مصر ورأي الناس وردود فعلها، وكمان عندنا محتويات كتير ليها علاقة بالرياضة والفن. خلينا نبص على الخريطة بسرعة ونشوف إيه الحاجات اللي اهتم بيها المصريين في النهاردة أو في 24 ساعة الأخيرة. أبرز ردود الفعل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكمان أبرز الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا، صور وقصص لم تروى بعد عن شاه بندر التجار الله يرحمه الحاج محمود العربي. لازم نعتذر عن الخطأ، اللي إيه دي لازم تتشال. ماشي، تفضل. ماشي. وعندنا حوار مع الباشمهندس عمر الصاحي مدير عام أمازون في مصر، وخبر سعيد شفاء الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونشرت أول بوست وردود فعل إيجابية كتير جدا. عودة الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي الأخير، وبنشوف مجموعة كبيرة جدا من الأحداث والمباريات الساخنة. كريستيانو رونالدو لعب أول مباراة لي بعد 12 سنة من التوقف وجاب إيه؟ جونين. ما شاء الله. فوز زيادة الزمالك واستخدام هاشتاج اسمه الدرع القضية ممكن.
مع الاعتذار طبعا لبيبي قفشه وقصه انتقال عبد الله السعيد. تعال ناخد اول حاجه، ايه الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا؟ انت عارفين النهارده الرئيس الصبح اطلق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وكان في بعض الجلسات الحواريه، وتعال نبص على دي العناوين بتاعه النهارده. اوكي طيب، دي اكتر عناوين اهتمت بيها، احترام، احترم عدم الاعتقاد. هو قال حتى اللي ما عندوش اعتقاد ديني انا احترمه. احنا بس دي جايبينها ليه؟ لان جايبينها من الرصد. رصد عملت ايه؟ ودي برضو من الحاجات اللي لازم نتوقف عليها، فكره ان هم ركزوا على فكره احترام عدم الاعتقاد باشاره ما، بصياغه ما، بشكل قاصر، لانه شال انه قال اختلف معه. لا، وكمان في ضوابط، طالما قرب ليش، طالما انا مجتمع اسلامي ما اذانيش، لكن حريه الاعتقاد مكفوله، أو احترام حريه عدم الاعتقاد مكفوله بضوابط ان هو ما ياخدش منصات لنشر. على فكره هي الصياغه بس، يعني لا بس التلاعب بقى. أنا احترام حريه الاعتقاد هي احترام عدم الاعتقاد. انت حر رغم ان اختلف معاك، والرئيس قال كده، رغم ان اختلف معاك طبعا. طيب الكلام على المجتمع المدني هو 2022 عام المجتمع المدني، الكلام كمان على يناير واللي اتقال فيها، وهنا برضو لازم ناخدها برضو من السياق. السياق هنا غير دقيق. فكرة الإعلان الانهيار الدولة أو توقف الدولة أو وفاة الدولة بيناير 2022، أنا في اعتقادي السياق منه، وده اللي اهتمت بيه السوشيال ميديا، السياق كان بيتكلم على فكرة إن منظومة سياسية توقفت ثم منظومة سياسية. تصريحات إبراهيم عيسى ورأيه، وده كان محل جدال ما بين ناس كتيرة جدا، والناس علقت على فكرة إن في مساحة من النقد وفي مساحة من الرأي والرأي الآخر. الكلام على حق المرأة وانحياز الرئيس للمرأة والكلام اللي قاله كان برضو ذو شأن. الكلام على توثيق الطلاق، وده يمكن من الأول مرة، إحنا دايما كنا دايما بنسمع عن فكرة توثيق الطلاق، وهل في خلاف، وهل في خلاف في الرأي ما بين الرئاسة أو الرئيس وما بين المؤسسة الدينية. هو قال إنه اعتمد سياسة النفس الطويل، ودي هي السياسة الوحيدة المفترض لما تحب هتغير فكرة أو تتناقش في أشياء متجذرة داخل المجتمع، ودي سياسة يعني معتمدة. يعني باختصار إحنا قدام أعتقد يعني منظومة، لو إحنا بنتكلم على حقوق الإنسان ونتكلم على حدث زي ده بالنقاش اللي كان موجود فيه في مساحات الخلاف، كان من النقاط الجيدة. الحاج محمود العربي الشخصية الأكثر بحثا وانتشارا على مدى ال 24 ساعة اللي فاتوا بجنازته بكل التفاصيل فيها. احنا عايزين نقف هنا مع مجموعة من الصور احنا اشتغلنا عليها ومن الكتاب اللي هو سر حياتي. سر حياتي، ودي صورة من الكتاب الحاج محمود العربي وهو مجند، وهو على حسب اعترافه المجند الوحيد المصري المولود 1932. وقصتها ان هو مفروض كان يسلم نفسه في بلده ابو رقبه في المنوفيه، لكن سلم نفسه في دايره المسكي. ايوه، فحصل خطأ، فالخطأ ده كلفه 3 سنين. فهو بيقول ايه؟ انا تم تاديبي بال3 سنين دول، بس عرفت ان التحايل قد يوصل المرء الى رزق مش بتاعه او اقل من اللي هي دفعته خدت اعفاء، كل دفعه 1932 هو راح قدم نفسه خدوه بالظبط، راح قدم نفسه في المسكي فخدوه. فدي صورته مع أندرو الياباني، وده قصة برضو، ده حلقة الوصل ما بين الشركة اليابانية الشهيرة وما بين مجموعة العربي، بداية من قعد 3-4 شهور أندرو يراقب الحاج محمود العربي وتعاملاته وسمعته، ثم كان القرار. في برضه لقطات تانية ليها علاقة بالزيارات، وإزاي كان بيبعت ولاده يشتغلوا فنيين ومهندسين عاديين مع الشركات اليابانية، وإزاي العامل المصري عمل اختراعات وابتكارات حتى اليابان نفسها، ومصانع اليابان اعتمدت هذه الابتكارات. قول لي كانت ردود فعل الناس إيه؟ يعني الراجل ده العظيم ده له بروفايل، راجل لا كان بيحب يظهر في الإعلام ولا بتاع منظرة ولا كان يحضر، يعني حتى لما تم دفعه للدخول في مجلس الشعب لو تفتكر انسحب سريعا. وهو كان اول اعتقد واخر نقيب للغرف التجاريه بدون شهاده مؤهل. الناس كان رايها ايه؟ طيب بتتكلم عنه ازاي؟ لا كتير جدا، كل الناس اجمعوا. اولا لقينا مواقف كتيره جدا بتطلع من على مدى كل الفئات، صحفيين وناس جمعيات اهليه وجمعيات خيريه، ناس كتير جدا استفادت بشكل او باخر من الحاج محمود العربي وانجازاته، خاصه انها كان طبيعها سريه، يعني هو ما كانش بيعلن، يعني ما كانش فيه نوع من انواع الاعلان او الدعايه للعمليات دي كلها. قصته لوحدها اصلا في المنوفيه وفي بلده والمعهد الديني اللي عمله والمستشفى والمراكز الصحية برضو تقدر تتكلم عليها.
قصصه مع العمالة. انت لو عندك عمالة في مصر مدربة بالشكل ده، انا في اعتقادي مصانع كتير جدا كانت هتاخد على يعني مراتب عالمية متقدمة، خاصة انه رفض يخفض العمالة ورفض ان هو ينزل الرواتب في ازمات زي في ثورة يناير وفي ثورة 30 يونيو وحتى كمان في كورونا الاخيرة ما وقفش، وده بالعكس كمان ادى للناس راتب عشان تقدر تعيش العيلة كمان. وعايز اقول لك العيلة دي بشكل او باخر، لان في اكتر من شخص يعني موجودين في الحياه الاقتصاديه بيعملوا انتخابات. ابراهيم ابراهيم ده شاب وعبد واخوه بقى، لان برضو لازم نعرف ان الحاج محمود العربي عنده اخين وهما الثلاثه اللي اسسوا التجاره دي. هو كان اوسطهم اللي هو عبد الجيد ومحمد العربي والحاج محمود العربي، والعيله ما شاء الله دلوقتي عيله كبيره جدا ما شاء الله. يعني احفاد واحفاد الاحفاد وكتير جدا منهم بيتعاملوا في المصانع كاعضاء عاديين جدا. طيب ده بالنسبة للتجارة بتاع زمان. أوكي تجارة الآن أو قواعد التجارة الآن ممكن نتكلم عنها من خلال أمازون. نعم أمازون في مصر أخيرا. القصة طبعا احنا عارفين ان كان في شركتين كبار جدا موجودين على مستوى الشرق الأوسط، أمازون أو سوق ثم جوميا، لكن سوق تم الاستحواذ عليها من قبل أمازون وغيروا العلامة التجارية في الإمارات وفي السعودية وأخيرا في مصر. ده معناه إيه وده إيجابياته إيه على الاقتصاد المصري وتحدياته كمان؟ تعملينا مفاجأة النهاردة يعني. إحنا معانا عمر طبعا البشمهندس عمر الصاحي مدير عام أمازون في مصر وسابقا مدير عام سوق في مصر، واحد كمان من رواد الأعمال اللي أسس مشاريع تقنية كتيرة جدا منذ تخرجه في معهد فلوريدا. نفخر بيه يعني. طبعا هو معانا على زوم. اهلا وسهلا باشمهندس عمر، ازيك؟ اهلا وسهلا، اخباركم ايه؟ الحمد لله، شاب مصري يفرح اهو، حاجه تشرف يعني. مبروك الانطلاقه الجديده تحت زي امازون، لكن الحقيقه في ناس كتيره جدا مش فاهمه ايه الاختلاف يعني، وده اول حاجه احنا عايزين نسالك عليها. لا انا موجود معاكم النهارده نحاول نشرحها سوا. اولا شكرا تاني على الفرصه دي ان نعرف نشارك معاكم شويه وقت. والله الحقيقه يعني احنا شايفين في كذا اختلاف، اختلافات هنشوفها ضمن اليومين اللي جايين دول، واختلافات هنشوفها على مدار السنين اللي جايه. احنا كسوق قبل ما يحصل الاستحواذ وبعد ما حصل الاستحواذ، وزي ما احنا عارفين الاستحواذ ده تم بالفعل في 2017، كنا شايفين ان علينا دور مهم للعملاء بتوعنا ان احنا نقدم لهم ثلاث حاجات، وثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه ان نكبر اكبر عدد منتجات للعملاء، وان احنا نقدمها لهم بافضل الاسعار، وان احنا نوصلها في اسرع وقت ممكن. النهارده الاستحواذ اللي حصل بشكل كامل من امازون في 2017، ويمكن اللي من 10 ايام او من 11 يوم التغيير بتاع الرمز التجاري ده بيمثل حته مهمه اللي نقدر من خلالها نكمل في الثلاث عوامل الأساسية دول، بس بشكل أسرع بشكل أفضل، وإن احنا نبقى المنتجات اللي احنا بنديها للعملاء بتوعنا أكتر. النهاردة لما نقلنا لأمازون.eg ده قدر من خلاله نعمل حاجات اللي هي التالية. أولا قدرنا إن احنا نخش في أكتر من 30 فئة، فدي فيها تكبر في المنتجات اللي بنقدمها، سواء منتجات منزلية أو أجهزة مطبخ أو مستلزمات التجميل أو طبعاً المحمول. وفي نفس الوقت قدرنا أن احنا من خلال المستودع اللي حصل تجديده وافتتاحه من حوالي 10 أيام، نقدر أن احنا من خلاله أن احنا نخزن منتجات أكتر للبائعين بتوعنا والمنتجات اللي احنا بنبيعها بشكل مباشر، ونقدر من خلالها أن احنا نوصلها للعملاء بشكل أسرع. طيب. دي يمكن الاساسيات اللي بنحس بيها النهارده. طب باشمهندس عمر، يعني من رصد ردود الفعل في العشر ايام اللي فاتت، لقيت في ردود فعل فيها تباين. في ناس طبعا متفائله جدا ومبسوطه جدا ومتوقعه ان احنا بنتكلم على أمازون في مصر بكل ما فيها من مميزات بيشوفوها في أوروبا وأمريكا، وفي ناس تانية بتتكلم على وجهة نظر عادي جدا ما فيش أي فرق، بالعكس كمان حصل بعض الأخطاء في عملية النقل والتأخير كان في بعض المنتجات. فما بين وجهتين النظر على أرض الواقع، أمازون في مصر هتفيد إيه المستخدم العادي وكمان المصنع أو المنتج أو البياع؟ أكيد. أولا إحنا سعداء قوي لما بنسمع رد فعل العملاء،
سواء ايجابي او غير ايجابي، لان بالذات الحته اللي هي الغير ايجابي دي بتبين لنا احنا محتاجين نحسن من نفسنا فين. طبعا احنا زي ما احنا عارفين احنا بدانا من 10 ايام، لسه السكه طويله قدامنا. لما بدانا بالفعل لقينا ان 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 كان في اقبال اكبر بكتير ما كنا متوقعين، ودي حاجه قد ما هي تفرحنا قد ما ده بيبقى واجب علينا ان احنا نكمل بالثقه اللي العمر عندهم فينا. في بعض الحالات زي ما حضرتك قلت حصل تاخير بشكل ما، ودول اشتغلنا عليهم ووصلنا ان احنا قادرين نسمع من العملاء بتوعنا عشان نعرف شخص فلان عنده اوردر اتاخر يوم، او شخص جاله منتج غير. وينام يمكن الحالات تبقى كنسبه قليله، بس مهم بالنسبه لنا الحالات دول بني ادمين، فقدرنا ان احنا من خلال الطرق اللي هو سواء ان يكلموا الكول سنتر عندنا او ان احنا نشوفهم على السوشيال ميديا او كده نتواصل معهم، بحيث احنا نحل الحاجات دي في عدد ساعات او باسرع شكل ممكن. احنا شايفين اجابه لسؤال هايك، طب دي الحاجات اللي احنا عايزين نحسن ونكمل نحسن من نفسنا فيها، طب هنشوف الفروقات دي امتى؟ طبعا زي ما هيك عارف اول ما بنفتح حاجه بتبقى فيها السيستمز لسه بنحاول ان احنا كلنا نتعامل معاها وندرسها، وزي ما قلنا لما لقينا الطلبيه اعلى فقدرنا ان احنا من خلالها نوفر فرص عمل اكتر، بحيث ان الناس تقدر ان هي تطبق المستلزمات دي. وبعد كده بعد ما نخلص الحته دي ونطمن على العملاء بتوعنا كلهم، هنبتدي بقى كل المهرجانات اللي احنا ناويين نعملها على مدار الاسابيع اللي جايه، وهنعلن عنها ان شاء الله قريب. بس حابين بس عارف اللي هو نطمن بس على العملاء الاول، وان كل حد طلب. طب انتوا نقلتوا عملتوا ما بين سوق لامازون في السعوديه وفي الامارات وفي مصر، هل نقدر نقول ان النقله في مصر كانت الاكبر او الاضخم او توقعاتها الاعلى؟ والله هو يعني كان شرف لنا كبير ان معالي رئيس الوزراء يفتتح المخزن يوميها، وطبعا كان معنا بعض الوزراء الاخرين، وافتكر ده كان يمكن شرف كبير قوي لنا كشركه امازون في افتتاح في بلد. شايفين ان علينا دور مهم، وشايفين ان التجاره الالكترونيه هتكمل تلعب دور مهم للمجتمع المصري، ومش بس من خلال ان هو ازاي ممكن ان انا اشتري من خلال الموقع، بس ازاي ان انا اقدر ابيع من خلال الموقع. استاذ عمر ودي استاذ عمر ايوه انت ما بتردش على خالد. اتقال لي لا ازيك انت ما بتردش على خالد. خالد بيسالك هي مصر هتبقى الهب، يعني امازون في مصر في المنطقه هتكون هي الاكبر، ولا لسه ما فيش قرار بده على حتى مستوى افريقيا؟ حتى هي اولا هي اول واحده في افريقيا، فهي بالتالي اكبر. ايوه بس يمكن السؤال اللي محتاجين نبصه هم حتتين. هتبقى الاكبر، وده هيعتمد على الطلب اللي هيجي لنا ومن خلاله الناس اللي عايزين يبيعوا معانا. تمام. هل امكانيه ان هي تبقى اكبر؟ فنعم لسؤال حضرتك اكيد ممكن. طيب ما تيجي ناخد الجزئيه. طب انا عندي سؤال يا جماعه، انتوا واخدين الاسئله انا ما سالتش والراجل هيمشي. لازم انا عندي سؤالين موجود معايا. عندي سؤالين في بعض. السؤال الاول هو كانت امازون معروفه بالتقييمات، ولكن كان عندنا سوق هنا بلا تقييمات. امتى ممكن تقييم المنتج نطمع ان في تقييمات للمنتج داخل مصر هتكون موجوده عشان نضمن الجوده؟ تاني تمام، وأمانة التقييمات. تاني حاجة، الناس بتسأل عن مكاسب اللي هتحصل في الاقتصاد المصري من أمازون. أنا عايز أسألك مين اللي هيخسر من وجود أمازون في مصر؟ تمام. أول حتة التقييمات موجودة، ودي من الحاجات اللي هي الجديدة اللي بقت موجودة على أمازون. طبعا التقييمات كانت موجودة على سوق، بس الشكل بما إن أمازون كانت اخترعت الموضوع ده على السيستمز بتاعتها، فدي موجودة حاليا. فلو دخلت حضرتك على أي منتج نقدر من خلال ان احنا اي حد يكتب التقييم اللي عنده او اللي عندها. اجابه لسؤال حضرتك، هو مش هي للاسف ما ينفعش واحد يبص الحياه ان واحد بيكسب وبيخسر. بالعكس، احنا يمكن من الحاجات الاساسيه بتاعتنا ازاي ممكن نكسب كلنا، وده من الاسباب الاساسيه ان احنا بنشتغل مع البائعين بتوعنا، لان احنا بننجح من خلالهم. فالنهارده ان لما اي حد يقدر يخش يبيع على الموقع، والنهارده ان حد يبقى متواجد في محافظه
وكان عنده محل ما كانش بيقدر من خلالها ان هو يتواصل مع عميل في محافظة تانية، النهارده من خلال امازون او من غيره من التجارة الالكترونية يقدر يحصل التواصل ده. طب باشمهندس عمر، كده جبتنا لمربط الفرس، يعني علشان تبقى نقطة الختام يستفيد منها كمان كل الناس اللي بتتابعنا، المستقبل هو التجارة الالكترونية، مفيش شك يعني ده كل العالم بيتجه ليها. وانت قلت المستفيد الاكثر ازاي ممكن كلنا نكسب، فبالتالي اي تاجر يقدر يتعامل معانا ويتواصل من خلالنا. طيب ايه الخطوات المفترض اي حد بيسمعنا دلوقتي حابب ان انتوا كمان تكونوا يعني بالنسبه له مكان بيبيع فيه ومرتجز كامازون، ايه الخطوات المفترض يعملها عشان يكون جزء من العمليه التجاريه داخل امازون؟ هي اول حاجه ان اي شركه تحب ان هي تبيع من خلالنا بتخش تسجل الحساب بتاعهم، وده بيبقى موجود على الموقع نفسه من اللي هو sell.amazon.eg، وبتقدر من خلاله عندك كل الخطوات المطلوبه بحيث ان انت تقدر تبيع على الموقع. كل الاجراءات والاوراق المستلزمه، لو انا النهارده عايز ابيع منتجات معينه بقدر من خلالها اخش اشوف المنتجات دي بشكل واضح بشفافيه، الكوميشن بتاعها او العموله بتاعتها هتبقى كام، ايه المطلوبات مني، ايه المطالبات مني. النهارده لما ببيع المنتج تحب ان انت تخزنه عندنا في المخازن بحيث نوسعه اسرع، ولا تحب ان انت من خلاله المنتجات تبقى متواجده معاك؟ فكل الحاجات دي موجوده على الموقع نفسه، وده يمكن من اهم الحاجات اللي بنشوفها من 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 خلال البائعين، ان هم يخشوا واللي بيسموه سيلف سيرف، ان هو انا بخش وبقدر عندي كل الادوات اللي انا محتاجها وكل المطالبات اللي انا محتاجها بشكل واضح، بحيث ان انا اقدر ابيع من غير ما اضطر اتواصل معاه. في انطباعات ان الابديت الجديد يعني في بيانات اكتر للبائع، افضل واحسن لكن اكثر تعقيدا، فهل في تفكير ان انتوا تواصلوا مع التجار، تدريبهم، تعليمهم، تسهيل الامور عليهم، الوصول للمحافظات؟ ده اوريدي حصل بالفعل، ودي حاجه احنا بنكمل نعملها دايما. احنا بقالنا دلوقتي قرب 6 اشهر قاعدين من احنا متواصلين مع التجار بتوعنا وكل البائعين ورواد الاعمال بتوعنا في جميع انحاء الجمهوريه. عملنا كذا مقابله، لكن هي حاجه مستديمه بتحصل كل اسبوع او كل يوم يعني، وبنعزمهم عندنا في المكاتب، وبنروح ان احنا نتقابل معاهم، وبنعمل فيديو كونفرنسز وكله، ودي كلها برضو كل الحاجات دي بتتسجل وبتتحط على الموقع، عشان النهارده لو انا يمكن مثلا في محافظه ومش هقدر ان اجي مثلا المكتب ينورونا، يبقى ممكن ان هو من خلاله يخش على الموقع ويتفرج على الفيديوز دي ازاي، ولو عنده اي سؤال بيقدر ان هو برضو من خلالها تيار كل الكونتاكت انفورميشن، بحيث ان هو يقدر يتواصل ويفهم لو في سؤال زياده. يعني احنا عايزين نشكرك جدا على فكره لوجودك معانا واجابتك على اسئلتنا، والباشمهندس عمر، الباشمهندس عمر الصاحي مدير امازون في مصر، وبحييك على اللوحه اللي وراك اللي فيها كل، يعني هي مبهجه بصراحه، فيها كل ابطال الكرتون اللي كلنا بنحبهم، يعني من اول باباي لحد يعني سبايدر مان وكل الناس دي. يعني شكرا جزيلا، ابهجتنا وجاوبت على اسئلتنا. شكرا يا استاذ عمر، بنشكرك جدا يا خالد. شكرا يا خالد، نورتنا في هذه الحلقه. اتمنى اكون خفيف عليكم كالعاده. طبعا شكرا. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا الاعزاء عشان نتناقش في الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وهيكون معانا داخل الاستوديو السيد الاستاذ محمد انور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنميه، والنائبه اميره صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب. ايضا هيكون عندنا عبر تقنيه زوم الزميل الاستاذ الاعلامي ابراهيم عيسى اللي كان حاضر النهارده، والاستاذه منى ذوالفقار اللي قامت بدور كبير خلال الفتره الاخيره للتجهيز لهذا المؤتمر، حوار خاص جدا نحاول ان نستطلع كيف يمكن ان تغير هذه الاستراتيجيه الواقع المصري. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، وحديث القاهرة، حديث القاهرة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هذا هو العنوان الكبير الذي شغل المصريين من الصباح حتى الآن. في بداية الحلقة طرحنا السؤال، لماذا الآن؟ شفنا وجهات النظر، باقي الأسئلة هنلاقيها دلوقتي باستفاضة في الجزء الحواري في حلقتنا النهاردة لحديث القاهرة، على قراءة الواقع الخاص بالاستراتيجية وإمكانية التطبيق، وإزاي نساهم في ده من خلال ضيوفنا الكرام اللي معانا هنا في استوديو حديث القاهرة. ضيفنا العزيز جدا السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منورنا جدا يا فندم. أهلا بيك. ومعانا كمان
سيادة النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب. أهلا بك يا أستاذة أميرة، منورة. أهلا وسهلا. طيب أستأذنكم قبل ما نبتدي نطرح الأسئلة، تعالوا نقف كده قدام بعض النقاط الهامة اللي طرحها السيد الرئيس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونرجع نناقش مع ضيوفنا أهم النقاط التي طرحت. 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة كتير من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، التحديات اللي كانت موجودة لدولة كانت ممكن تقوم على 20-30 مليون وبقت 80-90 مليون. إذا كان في حركة تنمية عالية فهي أساس للبناء عليه، في مقاربة تنفيذية أهم، لأن أنا لو ما قدرتش أعمل المقاربة التنفيذية لكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده مش هيبقى فيه أساس، هيبقى كلام بس. واحنا نستطيع ان احنا نقول كلام جميل وكلام مترتب وكلام يتسمع الناس كلها تقبله، لكن ازاي نحول كلامنا ده الى ممارسات فعلية؟ التحدي السياسي على مدى، يعني هل النهاردة على مدى من فترة قبل 52 لغاية 2011، هل كان الدولة قدرت تعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي لها؟ ده غير ثلاث مرات المؤسسات، معلش المؤسسات، الجماعات اللي موجودة في المجتمع واللي هي بتنخر فيه موجودة ما بتسكتش. وبالتالي ده بالمناسبة دي شكلت، وانا قلت الكلام ده قبل كده، شكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة. مفيش، مش مصدقين ابدا، لازم تشوف بعينك عشان تصدق. ما كانش عندنا سبيل غير ان احنا نعمل اساس عملاق من الثقة في القدرة. اساس ايه؟ عملاق في الثقة ايه؟ في القدرة، قدرة الدولة المصرية انها تستطيع ان تتجاوز وتتحرك بمعدلات غير مسبوقة. بس ده مش منفصل عن البناء لبناء الحقوق الحقيقية. خلي بالك التشريع والكلام ده كلامنا فيه كتير، التشريع كفاءة التشريع بس لا، القائمين على تنفيذه وكفاءتهم بس لا، اللي هيتم تنفيذ القانون فيهم. طب ما انتوا بتطلعوا قانون للختان، هل أسرنا أو بعد أسرنا بطلت تعمل كده؟ ده كان جزء من اللي طرحه النهاردة السيد الرئيس. خلونا نبدأ مع ضيوفنا الأعزاء، وتنضم إلينا عبر خاصية زوم الأستاذة الخبيرة القانونية وعضو مجلس حقوق الإنسان الأستاذة منى ذوالفقار. أهلا وسهلا أستاذة منى معنا. اهلا بيك يا استاذ خالد، منورانا، وانا عارف انك مجهده جدا وبشكرك انك هتكوني معانا لان الحوار هام ويهمنا ان تشاركينا فيه. استاذ محمد، خلينا ابتدي من عند حضرتك واقول لك، يا ترى توقعاتك، انت رجل في المعارضه منذ سنوات وكنت نائب برلماني لدورات عده، ترى ما هي المعوقات التي يمكن ان تواجهكم جميعا وتواجه الدوله ونحن نطرح استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان؟ طيب، يعني خليني في البداية أولا بشكرك وبشكركم على الاستضافة، موضوع مهم وكان محل زي ما بنقول متابعة من العالم كله، مش بس في الداخل والخارج. وشفنا النهاردة الحضور بعض من ممثلي الدول الأجنبية بالكامل، أوروبية، أفريقية، أمريكية، الكل كان حاضر. وأيضا بعض من المختصين بحقوق الإنسان على مستوى الاتحاد الأوروبي وغيره كانوا حاضرين. أول مرة مصر بتطرح استراتيجية متكاملة وطنية، ودي مسألة طوعية بنعملها. طبيعي بتيجي ليه الآن؟ بتيجي عشان الدولة الآن استقرت، استعادت عافيتها، وبدأت تفتح ملفات كتيرة كانت مسكوت عنها. شفنا اللي اتحقق في التنمية، وشفنا اللي اتحقق في الاقتصاد وغيره. يعني كان لابد أيضا أن هذه الملفات اللي متعلقة بالحقوق بقى السياسية والمدنية وكل ما تحدثت عنه الاستراتيجية، أن يبقى في تعامل عليه، تعامل جدي بحضور رئيس الدولة، بيتبناه رئيس الدولة، وده طبعا هيديله بعد وزخم كبير. أنا بتصور يعني أنه البداية مهمة جدا جدا، الطرح ده توقيته مهم جدا، لأن كنا بنقابل كتير على مدى السنوات اللي فاتت يعني كتير من المؤاخذات بتصدر من هنا ومن هناك، مؤسسات دولية، برلمانات دولية،
منظمات كانت دائما تتحدث على بعض من التجاوزات اللي بتحدث في مصر يعني. لكن السبب في وجود بعض الممثلين النهارده يا فندم؟ اه طبعا، لان انت الاستراتيجيه قائمه على ايه؟ على انه في دستور، هي دي المرجعيه بتاعتها، الدستور المصري، ثم الالتزامات والتعهدات الدوليه المصريه، ثم يعني دول الثلاث اساسات اللي قايم عليهم فكره الاستراتيجيه، الدستور ثم ما هو متعلق بالتزامات وتعهدات مصر وخطه التنميه المستدامه 2030. دي الاسس اللي قايمه عليهم الاستراتيجيه. بتروح بقى لعده محاور هنتكلم عنها، سواء محاور بتتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه، حقوق المراه والطفل وذوي الاعاقه، محاور تتعلق بالتثقيف والوعي، كل دي محاور هيتم التعامل عليها بتفاصيل يمكن ما كانش فيه فرصه انها يتم طرحها يعني للراي العام. انما اهم ما في الامر انا في رايي يعني ان احنا، انا كنت اتصور وما زلت اتوقع انه ربما هذه اللجنه الدائمه او اللجنه العليا اللي قامت باعداد هذه الاستراتيجيه بالمشاركه مع وزارات مختلفه وايضا المجتمع المدني ممثل في منظمات في مجالس حقوقيه ومجالس نقابات مستقله ونقابات وغيره، يعني كل من شارك لابد يبقى لها وضعيه مستقله تستطيع انها تقيم وترصد وتتابع كل ما سيتم. تقصد بالوضعيه صلاحيات نعم. ويكون على راسها في رايي انا يعني، وهو ده يعني النقاش، يكون على راسها احد الشخصيات المتفرغه. ليه؟ لانه لو شفنا الاستراتيجيه اللي اعدها السفير احمد جمال الدين، اللي احمد ايهاب جمال الدين اللي القى التفاصيل بتاعتها، ده مندوب مصر الدائم في الامم المتحده. هو كان بصفته لان هو كان مساعد وزير الخارجيه وقتها، كان هو على راس الانسان. صحيح. الان هناك اخر حل محله، السفير علاء رشدي، وهذا ايضا يترك منصبه هذا الشهر ويذهب الى منصب في احدى السفارات في الخارج. لا، احنا عايزين حد متفرغ، استاذ قانون دولي، احد القضاة الاجلاء، عشان يبقى في استمراريه، في استدامه في هذا المكان، يقدر يشتغل. لان انت الكيان ده محتاج موارد بشريه على مستوى وكفاءه عاليه، محتاج موارد ماليه عشان تقدري تتابعي كل ما هو متعلق بالالتزامات اللي ترتبت على هذا. محتاج يعني صلاحيات كمان تنفيذيه، يعني طبعاً على ارض الواقع ازاي يعني تنفذ ده. يعني النهارده الرئيس في خطابه أصدر تكليفات محدده لهذه اللجنه. طيب التكليفات دي عشان تتنفذ محتاجه انهم يشتغلوا من اليوم لتلقي مثلا يعني كحاجه زي الشكاوى والمظالم، استغاثات الناس، لان ده يصل الآن موجود في حالات ده هيشاورلك على نقاط الضعف اللي عندك اللي انت محتاج تواجهها بالظبط، لأن القوانين موجودة، قد نحتاج إلى تشريعات طبعا مختلفة في بعض الأشياء. هنحتاج نعم طبعا لتشريعات. صحيح. وهنحتاج ده فيها شغل كبير هي جدا. طب اسمح لنا يعني أستاذ أحمد، يمكن أستاذ أميرة وأستاذ محمد بعتذر، أستاذ أميرة هنا يعني، ودور مجلس النواب ليس بالدور البسيط، وانتوا حلقة الوصل الأساسية بين الناس العاديين. صحيح. وبين الجهات التنفيذية في الدولة. أي حد هيطلع يقولك أو يقول لأي حد من ممثلين الشعب، احنا عندنا قوانين كتير منفصلة ليها علاقة بحقوق الإنسان، إيه الجديد الذي يمكن أن تقدمه مثل هذه الاستراتيجية الآن وتفيدني أنا كمواطن؟ طيب طبعا اللي حضرتك اشرتي ليه انه مجلس النواب عنده اهميه استراتيجيه جدا بين ان هو يصل بين الناس وبين متخذ القرار، في كمان دور مهم جدا جدا وهو احنا عندنا دور رقابي ودور تشريعي، فالعمودين اللي قايم عليهم مهام مجلس النواب لازم يتحققوا بشقيهم، هما الاثنين مهمين، هما الاثنين اساسيين. فاحنا عندنا فجوات تشريعيه طبعا وقطعا، وفي الملف ده ايوه، وشفنا يعني كل دور انعقاد بنشوف قد ايه كان في تشريع هام جدا جدا وفور صدوره بيدور عليه نقاشات وحوارات تبين قد ايه ده كان مهم ان هو يبقى موجود. ففي فجوات تشريعيه ده طبيعي، لهذا يعني توجد المجالس علشان نشوف فين الفجوات التشريعيه ونقدر نملاها ازاي، ونملاها ازاي بافضل كفاءه ممكنه للنص والتنفيذ. ودي حاجه مهمه جدا، لانه
زي ما السيد الرئيس ذكر وزي ما هو حقيقي على الأرض، هو احنا عندنا الكثير جدا من التشريعات اللي موجودة في نصوص القانون ولكن تطبيقها غائب، وتطبيقها غائب للعديد من الأسباب، سواء مكون ثقافي أو مكون يخص الوعي أو مكون حتى عند المنفذين لهذا الأمر. يعني مثلا على سبيل المثال في القضايا التي تخص حقوق المرأة بالذات قضايا التحرش وما إلى ذلك، أنا مهما عندي قانون جيد إن لم يكن وكيل النيابة واللي بيحقق في الموضوع عنده هذه الدراية بأهمية الملف الجندري مثلا، وأنه البنت اللي وقع عليها هذا التعدي تعامل إزاي أثناء التحقيقات، أنا كده في شق غائب في التنفيذ إن لم يكن هذا الشخص مدرب بدرجة كافية. ففي خطوات طويلة وسكة الكل بيمشيها، مش بس المجلس اللي بيمشيها في سكة التشريع علشان يكون منفذ بالدرجة المطلوبة. نفس الشيء الرئيس النهاردة كنت بذكر أنه هو اتكلم عن ختان الإناث، أحد أعقد القضايا اللي يبان فيها قد إيه في انفصال بين التشريع الجيد وبين تنفيذه على أرض الواقع، عشان في النص في حاجات لازم تتربط. والجيد في هذه الاستراتيجية أنه أنا عندي النهاردة مكتوب في استراتيجية الدولة ألزمت بيها نفسها لمدة 5 سنوات قادمة مستهدفات واضحة جدا. يعني أنا بدعو الجميع أن هو يقرأ الاستراتيجية، ده مهم. وكل ما بتكون مكونات المجتمع كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو مجلس النواب عندهم نفس اللغة وعندهم هدف واحد محطوط قدامهم بيسعوا لتحقيقه، الحقيقة ده نتائجه بتبقى أفضل كثيرا على الأرض. نيجي للشق الثاني المنوط بمجلس نواب القيام بيه، وهو الشق الرقابي، واللي كمان في حال عدم تحققه كتير جدا من الأمور ما بيلتفتش إليها. أنا لو النهاردة ما حسبتش وزير معين على نص قانوني وهو عمل عكسه أو لم يطبقه مثلا، أو إن أنا ما قمتش في قلب المجلس واعترضت على القرار الفلاني، أو إني أشاور على الموازنة العامة للدولة وأقول ده يمين صح أو ده لا محتاج هنا وقفة محتاجين نفتح الملف ده بشكل مختلف، هي دي الأدوار اللي لازم المجلس يقوم بيها. فالحقيقة أنا شفت بسيط على الاستراتيجية سريعا صدرت طبعا بعد المؤتمر فيها العديد من النتائج والمستهدفات. احنا محتاجين كلنا نقعد نحطها على مائدة البحث ونقرأ ونفهم، في كمية شغل طيب. تشريعي كبير وضخم. خلينا نروح للأستاذة منى ذو الفقار، وعايز أسألها. أستاذة منى، حضرتك كنت في كواليس إعداد هذه الاستراتيجية، حضرت تفاصيل كتير احنا ما نعرفهاش. ايه هي اغرب النقاط اللي كانت في الاستراتيجية اللي بتثير مخاوف لديكم او بتثير نقاشات اكثر؟ والله الاستراتيجية زي ما انتم شايفين هي فيها كل يعني اقسام حقوق الانسان، يعني حقوق مدنية وسياسية، اقتصادية اجتماعية ثقافية، وبعدين حقوق الفئات اللي هي تعاني أو قد تعاني من التمييز زي المرأة والطفل وذوي الإعاقة وإلى آخره، وبعدين التثقيف والتوعية وإلى آخره وبناء القدرات. فهي يعني دي الأقسام الكلاسيكية في كل الاستراتيجيات، واللي تم دراسة 30 دولة عشان تطلع الاستراتيجية بهذا الشكل. أهمية الموضوع ده الحقيقة أكتر من البند ده ولا البند ده، أهميتها في قيمة الالتزام اللي بتاخده الدولة المصرية برئاسة رئيس الدولة وحضوره ودعمه الشخصي. الالتزام بهذه الاستراتيجية، دولة بتلزم نفسها بهذه الاستراتيجية قدام العالم كله، ده القيمة الأولى والكبرى، إن مصر اختارت أن تلزم نفسها بهذه الاستراتيجية، وإنها هي تحط بعد كده خطط تنفيذية بتفصيلية لتنفيذ هذه الأهداف الموجودة في الاستراتيجية. وده يعني شغل مستمر ودائم، وقال انه هيبقى فيه استراتيجيات متتاليه، لانه عمل في مجال حقوق الانسان عمل تراكمي،
وما بينتهيش في 5 سنين ويحتاج يعني لمتابعة. ويمكن ده اللي طرحه معنا هنا الأستاذ محمد وقال إن ينبغي من الأشياء الأساسية اللي لازم نحطها في الاعتبار وجود صلاحيات وهيكل إداري وتنفيذي لإدارة هذه الاستراتيجية وتنفيذها من قبل اللجنة. يعني إمكانية أن يكون هذا أيضا عنصر فاعل علشان الاستدامة ومتابعة التطبيق وإن الاستراتيجية دي تفعل على أرض الواقع. حضرتك شايفة الجزئية دي إزاي؟ أنا الحقيقة شايفة إنه الاستراتيجية دي اللي أعلنتها الدولة الحكومة. يعني ما تنسوش إنه في حاجة اسمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو جهاز مستقل ومجلس قومي مستقل، وهو بيطلع تقارير مستقلة، بيقيم، بيراقب في حدود اختصاصاته، بيتلقى شكاوي. يعني في حاجات كتير جدا من اللي اتقالت تقع في اختصاصاته اللي حددها القانون. ففي المجلس القومي لحقوق الإنسان ده له دور، وهذه اللجنة اللي ممثلة فيها كل الوزارات والأجهزة التنفيذية وتتعاون، وده على فكرة من عناصر قوتها. نعم. من عناصر قوتها إنها عندها كل هذا الدعم من السلطة التنفيذية المصرية. دي نقطة قوة على أعلى مهمة. على أعلى مستوى. طبعاً دي نقطة قوة مهمة جداً. كان كمان ضيوف الأعزاء زميلنا إبراهيم عيسى النهاردة أثار أكتر من قضية. تعالوا نشوف إبراهيم عيسى طرح حاجات هامة جداً أثارت الجدل حتى على السوشيال ميديا، وهذا ينبئ بأن طرح الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع هتواجه صدام كبير، وهنحتاج جهد أكبر لتغيير منهج وطريقة تفكير وثقافة متراكمة. تعالوا نشوف الأستاذ إبراهيم عيسى قال إيه. والدولة المصرية بتستعيد قوتها وعافيتها، دولة قادرة ومتمكنة، دولة صلبة. أعتقد أنه يعني مراجعة إطلاق الحبس الاحتياطي ضرورة حقيقية. يعني تجديد الخطاب الديني يقتضي حتما ان احنا نطلق العقول والافكار، ولا نسمح بكهنوت او حزبة تحول كل اختلاف الرأي وجدل حول فكرة دينية الى تهمة بازدراء الاديان وتبقى سيف على رؤوس واقلام المفكرين. انا كنت اتمنى ان انا اشارك سيادة وزير العدل في التفاؤل الخاص بالبيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد، لأنه ما تصورش أن إحنا وصلنا للمرحلة النموذجية الخاصة باحترام عقائد الناس وبنتدخل في العقائد إحنا كمجتمع. في مناهج النصوص والقراءة الطلبة بيدرسوا آيات قرآنية ويطالبوا بمحفظ أحاديث نبوية، ده في مادة الدين، إنما ليه في مادة القراءة؟ وإذا كان في القراءة والنصوص بتدرس نصوص إسلامية، طب فين النصوص المسيحية؟ فين النصوص حتى اليهودية؟ بأفاجأ بأنه دار الإفتاء بتطلع فتاوى عن أسئلة الامتحانات، عن الأمور يعني واقعية ودنيوية تماما. بنحاول ندخل الدين في كل شيء، وهو هذا أمر يعني يقودنا إلى وكأنه محاولة تدين الدولة مش مدنية الدولة. أنا لا أعتقد، وإحنا بنتكلم عن الاستراتيجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وبنعمل استراتيجية، إن إحنا نبقي على خانة الديانة في إطار حقوق الإنسان ويعني وحق المرء في كل يعني ممارساته كلها، لكن في المحصلة لا يمكن أن تصدر الدولة قرارا بتحديد عدد الأبناء، بمعنى أنها ملزمة فيما يخص الإنفاق على الأبناء طفلين بس ابتداء من الفترة القادمة. شوف يا أستاذ إبراهيم، لو كان الموضوع يتحل بالقانون كنا أصدرناه من سنوات. لا، ما هو قانون، ما هو القانون اللي ما بيتنفس ملوش قيمة. ده جزء من المداخلة بتاعت الأستاذ زميلنا العزيز الأستاذ إبراهيم عيسى النهاردة في الندوة الحوارية اللي أقيمت بحضور السيد الرئيس حوالين استراتيجية حقوق الإنسان. الحقيقة إبراهيم طرح أشياء بنطرحها كلنا من وقت للتاني، عبارة عن تساؤلات كان في من ضمنها نقاط تم الإجابة عليها بشكل مباشر، سواء كان من السيد وزير العدل اللي أجاب أو من السيد الرئيس شخصيا، والمتعلقة بذكر بخانة الديانة، والمتعلقة أيضا بتنظيم النسل وإمكانية أن يطبق ذلك بفعل القانون.
وكان الصدام أو الحوار ما بين ما هو مرتبط بالوعي وما هو مرتبط بالثقافة، وإزاي إن في أمور محتاجة إنها تخلخل من مكانها واحدة واحدة. اللي طرحه إبراهيم النهاردة أثار جدل طبعا على السوشيال ميديا، لكن أثار نفس التساؤلات اللي بنسألها، إيه إمكانية التطبيق؟ عشان كده الحوار ده مهم إنه يكون موجود على العالم دايم. فاصل ونرجع هنا معاكم في حديث القاهرة نكمل حوارنا مع أساتذتنا وضيوفنا الكرام حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الأستاذ محمد أنور السادات، زميلنا إبراهيم عيسى طرح مجموعة من الأفكار كتير. صحيح. رد الفعل على السوشيال ميديا كان في ناس كتير رافضة ومعترضة وناس مؤيدة جدا وترى أن الدولة المدنية هو الحلم. اتكلم عن الحبس الاحتياطي. صحيح. خلينا نتكلم ندخل السياسة بقى، لأن جزء كبير في حقوق الإنسان له علاقة بالسياسة. صحيح. هل تعتقد أن الدولة قادرة الآن على أن تخف القبضة الأمنية شوية، على أن تسمح بمزيد من الحريات في المجال السياسي، ولا لسه المناخ ما يساعدش على ده؟ لا، أنا مقتنع أن الدولة الآن أصبحت في وضع يسمح لها بأنها تخفف، وده عن تجربة الفترة اللي فاتت لمسناها وشفناها. بقى هناك يعني قنوات مفتوحة، ناس بتستمع من أجهزة الأمن ومن مؤسسات الدولة، وبتراجع حالات، ولأسباب إنسانية وقانونية بتفرج عن الناس. أنا بشوف إن الدولة خلاص أوضحها الحمد لله، بقت مستقرة واستعادت عافيتها. ما فيش مبرر أبدا إلى إن أنا النهاردة نشوف موضوع الحبس الاحتياطي اللي أثير ده. يجب ان احنا ندور على بدائل اخرى، وده معمول به في كل دول العالم، بدائل الكترونية تستطيع ان انت تحقق نفس يعني الهدف. الا الجرائم اللي هي يعني تستلزم انه يعني يتم التحفظ على الشخص ده، يعني نقول ماشي. انما جرائم اللي متعلقة بحرية الرأي، حرية التعبير، التظاهر السلمي، الحاجات اللي ممكن دي، لا، في بدائل كثيرة جدا للحبس والعقوبات السالبة للحرية نستطيع ان احنا نستعيد عنها. نفس الشيء ايضا من المشاكل الكبيرة، خلينا نتكلم بصراحة، مسائل التدوير في قضايا اخرى. النهاردة لو بيفرج على حد او بيتم اخلاء سبيله، لا يجب ان انا ادخله في قضية اخرى مجرد الاشتباه، او ان انا عايزه جنب شوية يعني الى ان يبان. كمان عندنا اشكالية متعلقة باوامر وقرارات المنع من السفر او ترقب الوصول. لابد ان لما يكون هناك قرار قضائي او صادر من جهاز امني لاي اسباب، لابد ان يعلم الشخص به. ما ينفعش ان حد يبقى رايح المطار يفوجئ، او جاي مع اسرته يفاجئ انه مطلوب وبيتاخد. الكلام ده انا في رايي يجب ان يتوقف. خلي بالك الاستراتيجيه اللي احنا بنتكلم عنها دي، انا بشوف انه كثير منها يتحقق الان. يعني لو جينا اتكلمنا في ما هو متعلق بالحقوق الاقتصاديه والحقوق الاجتماعيه، لا، في حزم في الصحه، في التعليم، في جهد كبير ما حدش يقدر ينكره، مؤيد او معارض، لا، ده واقع احنا كلنا لامسينه. حتى في الحقوق الثقافيه، لا، شايفين في نهضه، يعني بدانا تاني نشوف القوى الناعمه دي في أوبرا وفي مهرجانات. حتى في الرياضة بقينا نستضيف حاجات عالمية، وده في شغل بيحصل. الحتة اللي محتاجة اهتمام شوية ما هو، وهو ده اهتمام كبير، مش شوية، اهتمام كبير، وهو ده اللي يمكن تلاقي أكثر الهجوم علينا السنوات الماضية برغم النجاحات دي، جاي سواء برلمان أوروبي، مجلس دولي لحقوق الإنسان، خاصة في ناس بتقعد تشعل ده وبتحرك، زائد في ناس بتسخن. أيوة. وناس بتهيج. المستفيدين دايما بيبقوا على رأس من يتعامل مع الناس. فأنا بقول إنه ده الحتة اللي أنا واحد من الناس يعني سعيد جدا إن الرئيس حاطط إيده في الموضوع ومتبني الموضوع. أتمنى إن إحنا الفترة اللي جاية نشهد حلول، وده دور اللجنة. وعشان كده بقول إن لجنة، عايزين لجنة يبقى إدارتها قيادتها تمام. مستمرة عشان تقدر تتعامل معها. أنا لو تسمحي لي يعني، وإحنا بنتكلم على الاستراتيجية، لو نتذكر الرئيس منذ أيام كان في ميناء الأسكندرية بيفتتح بعض افتتاحات، وتحدث مع رجال الجمارك ووزير المالية وقال لهم إيه،
مفيش بضاعة هتدخل إلا بمعايير أوروبية. أهو إحنا بقى عايزين نطبق المعايير دي، إذا كنا هنطبقها معايير أوروبية لحقوق الإنسان، هنطبقها على المعدات والسلع عايزين نطبقها بقى على البني آدمين. هو ده المعنى والهدف، هو ده اللي بننتظره. يعني طالما كل هذا الحديث حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معانا ما زالت الأستاذة منى ذوالفقار، والسؤال لحضرتك يا فندم إذا تسمحي لي، حرية الإبداء الرأي والحق في المعرفة، هما الاثنين يعني طرفين للميزان. النهاردة كمان كان في شق تم بحثه حول الإعلام. الإعلام من منطق الحريات ومن منطق حقوق الإنسان، إزاي حضرتك تكلمين عنه وحضرتك يعني على رأس المهتمين بحقوق الإنسان في مصر؟ أول حاجة إنه في قوانين كتير في البايبلاين زي ما بنقول، زي قانون الحق في المعلومات، وده له صلة هامة جدا بالنسبة للإعلام والصحافة وبالنسبة لكل المهتمين بالقضايا العامة. ففي قانون طالع يعني اتقال إنه هو جاهز يطلع. حاجة تانية مرتبطة باللي كان بيقوله الأستاذ أنور السادات، إنه يا جماعة في قانون الإجراءات الجنائية اللي هو يعني بيعد من أهم القوانين، ده اللي مفروض فيه تعديلات وأفكار بديلة للحبس الاحتياطي وغيره، ده اللي فيه استئناف الجنايات. يعني فيه كثير من الإجراءات اللي بتضمن العدالة، في حماية الشهود، يعني كل، وده كان من الحاجات اللي أثيرت، احنا أثرناها قبل الندوة وأثرها الزملاء الأستاذ أيمن عقيل والأستاذ طارق النائب في البرلمان. فإحنا بنتكلم على عدد من التشريعات كلها لها صلة بالحقوق والحريات في مجال الإعلام والصحافة، اللي هي دايما محل شكوى إنه بعض الصحفيين في قضايا، متهمين في قضايا ومحجوزين حبس احتياطي وغيره. دي أنا أعتقد أن كل هذه المسائل هتتحل في إطار الانفراجة اللي حصلة يعني، أو ده ما نتمناه. وفي القوانين دي كلها جاية في السكة في إطار تنفيذ الاستراتيجية أو الخطوات اللي هتتاخد عشان تبقى يعني زي ما بنقول يعني. انتوا ناقشتوا ده يا استاذه منى مؤشر بالجديه في التنفيذ، ناقشتوا ده امتى هتطلع مثل هذه القوانين اللي تضمن ان ما يبقاش فيه صحفيين بيتم التعامل معهم بهذه الطريقه، او حتى الحبس الاحتياطي وغيرها؟ في معدل زمني تم النقاش او الاستقرار عليه؟ لا 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 خالص. المسائل المواعيد والجدول الزمني للتنفيذ ده يعني زي ما حضرتك عارفة في فرق بين الاستراتيجية اللي بتحط أهداف عامة وأهداف ممكن تكون برضو فيها شيء من التفصيل تفصيلية، لكن الخطط التنفيذية دي بتبقى خطوة تانية بتتم بعد كده، وبيبقى فيها الإطار الزمني وبيبقى فيها شغل على مشاريع. ودي كلها يعني في بعض، احنا مثلا عارفين كلنا انه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان. نعم. وعندنا الأستاذة أميرة ممكن تقول لنا أخباره إيه، لكن احنا مثلا ده معروف، وده احنا كلنا بنتطلع إلى انه هو يبقى في طريق سريع يعني عشان يطلع، لأنه هيمثل نقلة نوعية يعني في إطار دعم العدالة يعني. فده مثلا واحد، لكن في حاجات كتير جدا. عندنا مدى زمني متحدد الخمس سنوات يعني، ما هو في المسألة هتستغرب ده. ده الإطار الكبير اللي هتبقى فيه تغييرات متدرجة لحد ما يكون عندنا تصور للسنوات الخمسة باكتمال تطبيق الاستراتيجية. بشكرك جدا أستاذة منى ذوالفقار على وقتك وعلى أنك كنت معانا، وخليني أروح للأستاذة أميرة وأقول لك، بما أنك ممثلة لشباب جيل مختلف وتنسيقية الأحزاب وفي البرلمان، هل تعتقدي من اليسير
الأشياء الصادمة التي طرحت، زي هل يمكن أن نتقبل فكرة مواد دينية يهودية، كلام عن اليهودية والمسيحية في المقررات، اللغة القبطية والثقافة القبطية أن تكون في المقررات، فكرة إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، القضايا اللي هتثير مشاكل في وجدان الناس وهيبقى محتاجين قدر كبير من الشغل عليها. طيب، هو يعني أنا واثقة جداً جداً أنه الجيل القادم عنده فكر مختلف وعنده فكر مغاير للجيل اللي قبله، والدلالة على هذا الحقيقة مثلاً كنموذج في الحياة السياسية هو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. أنا لم أكن أتصور أبداً أني هقعد في يوم من الأيام على طاولة بها أحزاب يمين، من أنا أنتمي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يسار وسط، وأننا إحنا الاثنين أقصى اليمين وأقصى اليسار يقدر يشتغل على مشروع مشترك ويقدر يطلع منتج حقيقي. فده حصل بواقع ملموس وحصل ويعني إنجازاته، سواء على المستوى التشريعي بوجودنا جوه البرلمان أو على المستوى التنفيذي بوجود زمايلنا كنواب محافظين وعاملين شغل مهم جدا في الملفات اللي ماسكينها، بيديني بارقة أمل حقيقية أنه ده أنا مش 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 استراتيجية على الورق بقى، ده كلام تحقق على الأرض. فبنفس النسق، لأنه حتى اللي يتابع النهاردة اهتمامات الشباب والنقاشات وغيرها في مساحة أوسع شوية خلفتها يعني التغيرات السياسية الضخمة جدا اللي حصلت الفترة اللي فاتت، إنه يعني نحاول نوسع لبعض، ده في إطار قبول الآخر يعني أنا بتكلم في المنطقة الآخر دي شوية، لأنه إن لم نسع الآخر هيبقى النتائج المترتبة على ده سيئة جدا الحقيقة وفي كل الخطوط. لكن التحدي الكبير والتحدي اللي هيبقى مستمر هو أن عندك مثلا نسب أمية ضخمة جدا، مهما أنا عملت وما قدرتش أغير الواقع ده بأرقام ملموسة في مشكلة، زي ما كنا بنحكي في تشريعات بس وقعها على الأرض عامل إزاي. مش بس الشباب يا أستاذ خيري اللي عندهم هذه، لا لا أنا بسألك، أنا مش بسأل على رد فعل الشباب، أنا بسأل دوركم توقعاتكم أن ده ممكن يحصل قريب، أن احنا نقدر نغير ثقافة مجتمع عاش سنوات. ما هو احنا كده هنحتاج نعرف ايه هو القريب، بس يعني انا شايفة انه لو نص هذه الاستراتيجية نفذت في 5 سنين ده هيبقى تقدم عظيم جدا. واحنا على فكرة متوقعين حكاية قريب دي قريب في ظل تمكين الشباب، يعني احنا شايفين ان في عملية من عمليات التمكين بتحصل دلوقتي والاستعانة بالقدرات والشابة. هقول لحضرتك ليه بتكلم على ده، يمكن اللي انا بصيت عليه في النتائج المستهدفة الجزء التشريعي منه ده يتعمل في سنين، لانه احنا علشان عندنا الدورة التشريعية علشان اصلا يدخل مشروع قانون وبعدين يناقش في اللجنة التشريعية وبعدين تتم المداولات والنقاشات بتاعته اللي بتاخد أشهر طويلة جدا وبعدين ينزل في الجلسة العامة وتدور النقاشات في الجلسة العامة، ولو في تعديلات وقبل كده بتبقى بتسبقه مرحلة حوارات مجتمعية واسعة جدا، فده بياخد وقت حقيقي. يعني احنا علشان نتكلم على تغيير وتغيير على الأرض، عملية التغيير عملية معقدة وعملية إن لم يشترك فيها الجميع بدون إقصاء دايما بتبقى نتائجها قاصرة، وبنبقى محتاجين لتدخلات تاني وبنبقى بنخترع العجلة. فعلشان ما نخترعش العجلة احنا محتاجين كثير جدا من التشاركية. جيل الشباب عنده هذه المساحة ان احنا بنعرف، او يعني في دلوقتي مساحة اوسع اننا نساع بعض باختلاف ايديولوجياتنا وتوجهاتنا السياسية وحتى توجهاتنا الثقافية، يعني في مساحة احنا انا حاسة بده قوي، على الاقل الطبقة او النخبة السياسية الموجودة النهاردة في سن الشباب عندها هذه المساحة من التقبل. وحاجة تانية مهمة جدا ان احنا عايزين نعمل بقى، يعني لانه الحقيقة عقد كامل من عمرنا عدى في مساحة الأحلام والمحاولات والفشل والتجارب المريرة اللي عشناها 10 سنين اللي فاتت، فاحنا عندنا رغبة حقيقية بقى اننا يعني نطلع لمسافة متقدمة شوية ونحيل كل هذه الأحلام او بعضها الى واقع حقيقي، كل من موقعه، التشريعي تشريعي واللي تنفيذي. فانا عندي تفاؤل، وانا بقول اهو يعني وانا ببص يعني بس لو مسكنا المستهدفات التشريعية وتعمل في 5 سنين الجايين بانتهاء الدورة البرلمانية دي نص اللي موجود، ده هيبقى منجز ضخم. انت قلتي ان كلنا عندنا الرغبه تماما في تحقيق الاشياء التي طرحت، والرغبه ومعها الاراده ممكن يحققوا المستحيل. طيب الواقع بيقول اذا كان الكل عنده رغبه، فكره توزيع الادوار كلهم في مكانه، لو طلبت من حضرتك كده بشكل مبسط 1 2 3 الخطوات، الخطوه دي يعملها مين والخطوه دي يعملها مين عشان نبتدي احنا كمان ننفذ اللي علينا ككل اطراف المجتمع. طيب يعني خلينا نتكلم وما نروحش بعيد، احنا الرئيس قال ان عام 2022 هيبقى عام المجتمع المدني. صحيح. فاحنا عايزين من الان ل 2022 نشوف ماذا تم في هذه خلال هذه السنه مما اطلق في الاستراتيجيه، هو ده التقييم بقى. عايزين نبتدي نشوف تشريعات
صدرت يعني عندنا مفوضية عدم التمييز يطلع قانون الإجراءات الجنائية، يطلع قانون الأحوال الشخصية، يطلع بس يطلع بحرفية، يطلع بمهنية، ما يطلعش عشان نيجي نطبقه وما نعرفش. للأسف ده اللي بيحصل، والرئيس نفسه قال هذا يعني في قانون الجمعيات. نعم، وأنا شاهد على هذا. طلع قانون وقعدوا يقولوا أعظم قانون، وفي النهاية طلع أنه فياسكو، غير واعمل قانون تاني. لا، احنا عايزين حرفية ومهنية. احنا عندنا لجنة طبعا، لجنة تبع مجلس الوزراء اسمها لجنة الإصلاح التشريعي، غير اللجان التشريعية اللي في مجلس النواب وفي الشيوخ، ودول لازم القانون اللي بيطلع قانون يستمع لأصحابه مستفيدين منه، عشان لما يتطبق ما يتطبق ما يبقاش في مشكلة ولا عوار دستوري ولا يرجع لنا تاني. في حاجات كتيرة جدا، ده بالنسبة لهذه الجزئية التشريعية والقانونية، الحاجات التشريعية. أما فيما يخص الممارسة، أنا زي ما بقول أتمنى أنه يبقى هناك يعني مسؤول دائم على هذه اللجنة مع فريق عمل، ويبقى عنده كل الإمكانيات، عشان ده هينسق مع كله، مع الإعلام. احنا بنتكلم على قانون حرية وإتاحة المعلومات، حرية تداول المعلومات، عايزين القانون ده يطلع. قدمناه من سنين، أنا مساعد متولدت وإحنا بنطالب بيه مثلا جداً. عايزين نبتدي نشوف المجلس الأعلى للإعلام عندنا بعض من المواقع المتميزة بتقدم دراسات على مستوى، يعني في حاجة اسمها مجموعة باحثين اسمه الموقف المصري مثلا، يعني بيعملوا أوراق سياسات حاجات عظيمة، يعني أغلبه محجوب. مدى مصر بيعمل محجوب، وغيره ضرب محجوب. أستاذ محمد، وإحنا بنختم، في دور على المواطن نفسه، الشخص اللي بيتفرج علينا دلوقتي. المواطن أنا بشوف أنه في من ضمن المحاور بتاعت الاستراتيجية بتتكلم على التثقيف المدني والسياسي والوعي، لأن في النهاية هو هدفنا الإنسان، هو الإنسان المصري اللي إحنا محتاجين نوليه الاهتمام، الإنسان اللي ربنا كرمه وأكرمه بالعقل، محتاجين نهتم بيه، لأن هو ده اللي واقع الأمر هيساعد على كل اللي إحنا بنقوله ده وكل اللي مكتوب ده، عشان يتحقق هيتحقق بالناس كلها، مش هيتحقق بفرض ولا بوزارة واحدة ولا بجهة واحدة. فإحنا يعني محتاجين نولي ده اهتمام، نرفع كفاءة الناس ونفهم الناس إن دي يعني ان دي مصلحتهم، هو ده حياتهم، هو ده مستقبلهم، هو ده اللي يجب ان الكل يتعاون فيه. وانا شخصيا متفائل يعني، مسألة وقت يعني. اهم حاجة التفاؤل. عايزك تقولي لي يا استاذة اميرة، ايه اصعب الاشياء اللي هتواجه الدولة المصرية في تطبيق هذه الاستراتيجية؟ يعني ايه اكتر نقاط في حقوق الانسان اللي هتجد مجابهة من المجتمع ومحتاجة جزء وشغل كتير؟ هو بواقع يعني، بما اني اشتغلت مجتمع مدني وبما اني دلوقتي في البرلمان، هو كل ما يمس العقيدة بيبقى فيه تحدي ضخم جدا بشكل كبير قوي، في انه اصلا نحرك المفهوم ونغيره. دي حاجة. الحاجة الثانية إشارة اللي كان بيتكلم فيه أستاذ محمد، المهم قوي في قانون إتاحة البيانات كمان، إن أنا محتاجة وأنا بشتغل تنفيذيا أو تشريعيا يكون عندي ديتا، يكون عندي رقم واضح وصريح وإحصاء حقيقي علشان أقدر أحصل المشكلة. بان ده بشكل كبير مثلا ساعة العمالة الغير مؤقتة، أنا ما كانش عندي قبل ما الوزارة العمالة المؤقتة العمالة المؤقتة بالظبط العمالة الغير مستدامة، إن أنا أقدر أحصر عددهم أساسا عشان أشوف هدعمهم إزاي وعلشان أقدر أوفر لهم فرص وهكذا. ده مثل بسيط، فأنا عندي فعلا فجوة كبيرة كمان في تحت البيانات، وإزاي الطريقة البيانات دي تكون موجودة يعني بيها. شاركينا أزمة الإتاحة، ده ضروري يتغير، لأنه أنا مش هقدر أبني لا فلسفة مظبوطة ولا تشريع مظبوط ولا منهجية تنفيذية مظبوطة، وأنا ما عنديش معلومة حقيقية موثقة، وأنا ما عنديش معلومة موثقة وليها أصل وأساس. ده فارق في أشياء كتير جدا جدا مستقبلا. صحيح أستاذ أمير، نورتونا جدا جدا. كل الشكر طبعا لضيفنا العزيز الأستاذ محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية. شكرا جزيلا يا فندم. وكمان شكر للنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب. شكرا جزيلا. حلقة بداية الأسبوع خلصت، إن شاء الله هنقابلكم بكرة 9 مساء. دي كانت نهاية حلقتنا، غدا حلقة جديدة. حديث القاهرة لا ينتهي، والقاهرة مدينة المفاجآت، ويبدو أننا سنعيش أياما فيها مفاجآت طيبة كثيرة لهذا الشعب. مصر بخير، طول ما أنتم بخير، تصبحوا على خير.